أهلا بكم في حلقة اليوم. نحاول قراءة المشهد الجزائري بعناوينه الكثيرة المحيرة، وذلك في ضوء ما نقلته صحيفة ليبرتي الجزائرية عن مصدر دبلوماسي فرنسي من أن باريس لا تدعم لا مرشحا ولا عهدة رئاسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر. ووسط تساؤلات عن الموقف الفرنسي الحقيقي، أكد المصدر نفسه أن تصريحات برنار باجولي مدير المخابرات الخارجية الفرنسية وسفير فرنسا السابق في الجزائر لا تعبر عن الموقف الرسمي لباريس. وكان باجولي هاجم النظام الجزائري ووصفه بالمحنط، وصرح أن الرئيس بوتفليقة على قيد الحياة بطريقة اصطناعية. معنا لمناقشة هذا الموضوع وما تفرع منه في المشهد الجزائري عبر خدمة سكايب من فرنسا خلاف سعيدي، الناشط السياسي. خلاف سعيدي، ما رأيك فيما يقوله هذا المصدر الفرنسي لصحيفة ليبرتي؟ كيف تقرأ دلالاته؟ هل هو رسائل أبعاده في رأيك على فرنسا وعلاقتها بالجزائر والانتخابات الرئاسية المقبلة؟ السلام عليكم. الزلف اللون. الزلف اللون. بونسوار أخي جمال. أعتقد أن ما قاله مسؤولون فرنسيون لهذه الصحيفة ليبرتي، الصحيفة الجزائرية، أمر متوقع بالنسبة لي، متوقع جدا، كنت أتوقعه تماما. وأذكر أنني أشرت إلى هذا منذ أكثر من شهر في إحدى المداخلات متاعي في الفيسبوك، وكذلك عبر قناة المغاربية، هذه القناة التي أحيي هذه الخدمة، 6 سنوات من الخدمة التي قمت بها من أجل تنوير الرأي العام وطرح قضايا وأحداث بدون سقف للحرية، خدمة للديمقراطية. إذن ليس من المتوقع وليس من المعقول أن تساند فرنسا، أن يساند هذا الرجل، هذا الرئيس الشاب، هذا الرئيس الشاب، ليس من المعقول وليس من منطقي في نظري أن يساند عهدة خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، ولا عهدة للنظام بأي شخص آخر، من أجل استمرارية هذا النظام الهش. وأعتقد أن ما جعلني أقول وأتنبأ إن صح التعبير بأن النظام الفرنسي لن يساند ترشح بوتفليقة ولن يساند العهد الخامسة، هو أن النظام الجزائري أعتقد أنه أكثر من التشياد والتحركت لهذا النظام الفرنسي، ولم يعطي دلالات للانفتاح الديمقراطي، ولم يعطي ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وأكثر من ذلك أعتقد أن النظام الجزائري يدفع اليوم ثمن صفقته مع الروس، القمح وكذلك العتاد العسكري. إذن بالنسبة لي هذا الأمر، ولكن هذا ليس جديدا، صفقات مع الروس ليس جديدا. في مقابل طبعا هناك من يقول النظام الفرنسي، تقول هل هو موقف رافض العهد الخامسة، رفع اليد عن دعم النظام الجزائري؟ في المقابل هناك من يقول كذلك، تقول عن تشييد النظام الفرنسي الجزائري للنظام الفرنسي. النظام الفرنسي يشيد كذلك، يتهم بأنه يشيد للنظام الجزائري. وزراء فرنسيون يصفون بوتفليقة بأنه متقد العقل، ورئيس فرنسا نفسه فرانسوا هولاند. الرئاسة الفرنسية تزعم، والبعض يتهمها بالكذب، أنه ماكرون نفسه يتصل ببوتفليقة ويتحدث معه بالهاتف، وغيرها من الدلالات. أليس هذا الخطاب الفرنسي تسويق فقط دبلوماسي، بينما الحقيقة أن باريس تدعم هذا النظام في الجزائر؟ أنا لا أعتقد أن باريس ستدعم هذا النظام. ما نعتقدش بلي باريس ستدعم هذا النظام لعدة أسباب. السبب الأول، أذكر أن الرئيس ماكرون في حملته الانتخابية لما زار الجزائر وعد
وعد بالعودة إلى الجزائر، يعني من المفروض كان من المفروض أنه في هذه الأيامات هذه ولا في هذا الشهر أو في الشهر الماضي كان من المفروض يزيد يعود يولي للجزائر، ولكنه بعد أتذكر كذلك وأذكر ما وقع يعني الهزات الداخلية التي تعرضها إيمانويل ماكرون هنا في فرنسا بسبب تصريحاته في الجزائر حول قضية التعذيب والجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، يعني انقلبت عليه هنا الصحافة والأحزاب المعارضة هنا في فرنسا، وكان نشوفه يعني بعد مباشرة بعد انتخابه كرئيس فرنسي لم يزور الجزائر، بدأ بزيارة بلدان أخرى كالمغرب مثلا، زار المغرب قبل الجزائر يعني في سابقة في تاريخ فرنسا. يعني سنعود إلى هذا الموضوع لو سمحت، استسمحك خلاف سعيدي لو سمحت، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس عبد الرحمن دحمان المستشار سابق للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ما رأيك سيد عبد الرحمن دحمان فيما يقوله هذا الدبلوماسي الفرنسي لصحيفة ليبرتي بالنسبة للانتخابات الفرنسية الانتخابات الجزائرية أفريل 2019؟ باري نو سوتيان ني موندا ني كونديدا. ما رأيك؟ مساء الخير يا سنور. شو هذه الكلمات خاوية؟ لا خاوية، لا من ليبرتي ولا من الناس. الناس ما يعرفوش العلاقات بين فرنسا والجزائر، بين الحكومة الفرنسوية والحكومة الجزائرية، الذي بين الرئيس الفرنسوي وبين بوتفليقة. بوتفليقة يا أخي، الناس راهي تتكلم على السانكيا بوندا. اسمعني، من هو الناس، من هو الذي يتكلم على السانكيام موندا؟ باجولي ما قالش كلمه على السانكيام موندا. قال هذا السيد بوتفليقه تكلم على لا كوربسيون، على الناس اللي راهم يخونوا ويجيبوا الفلوس في فرنسا وفي سويسرا وكل شيء. تكلم وقال ودي انا جو ريسبكت بوتفليقه. لماذا؟ بوتفليقه جا دوا نفسه في فال دو غراس لوبيتال ميليتير بوندون شهرين ونص، كل عام هو يجي لكرونوبل يداوي نفسه. المعلقة كانت زينة. وبوتفليقة والحكومة نتاعو خلات فرنسا تخافيرس كومون دي لو تيريتوار الجيريان اي اوكوبي لي لين ايريان بوغ الي بومباردي سوا ديزون لو داعش او مالي. هادي بلا. وزائدون انا عرفت باجولي لما كان سفير في الجزائر، وقال لي ليا، قال لي يا دحمان بيننا وبين الجزائر 6000 كونترا بين الجزائر وفرنسا، بين فرنسا والجزائر. هاد لي كونترا مع الجزائر وتحت الحكومه وتحت السياسه نتاع بوتفليقه. قل لي الناس اليوم تتكلم على السانكيام موندا، شكون يتكلم على السانكيام؟ شكون اللي راه يتكلم اليوم على السانكيام موندا؟ حتى انسان من 1963 ما فاش رئيس جزائري بلا النظام بلا العسكر، ما كانش كان ولد عباس يتحدث عن سانكيام موندا، بوعجل الذي يراد الإطاعة به يتحدث عن سانكيام موندا، ويحيى يتحدث عن سانكيام موندا، عبد القادر بن صالح، كثير من المطبلين للعهد الخامس. لا هادو ناس راهم خايفين على نفسهم. أنا نقول لك اللي غادي يتكلموا على الرئيس لو فيتور بريزيدون ولا يتكلموا على السانكيام موندا من غير لارمي، من غير قايد صالح وجماعته. تلسي كاين دروك تروا كلون، مثلا كاين جماعه قايد صالح
كاين جماعه اللي كانت باقيه مع التوفيق. طيب طيب ما رايك انت في فرنسا؟ خلينا سناتي الى الداخل في فرنسا في الذات، بالذات ما رايك بموقف فرنسا من العهده الخامسه؟ هل هذا الموقف عدم تدخل ام تصريح دبلوماسي؟ وهذا الدبلوماسي يقول لبارتي انه باجولي لا يعبر عن الموقف الرسمي الفرنسي، والعكس انتقده وقال انه كان يجب ان يلتزم بواجب التحفظ. يعني اسمع لي يا سمير، شوف باجولي ما تكلمش على السانكيام موندا، اقرا الكتاب نتاعو واقرا، ما تكلمش على السانكيام موندا. هو قال بانه قال لك بانه النظام الجزائري لا موميفيكاسيون دو بوفوار وبوتفليقه عايش بدون فاسور ارتيفيسيال، يعني اليس هذا موقف واضح؟ هاي الكلمه الحقيقه اللي قالها باجولي، لان انا عارف باجولي تكلم معاه وكل شيء. قال هذه الكلمه صح، لان السيد هذا سي كومين مومي، ما يهدر ما يتكلم. راهم الناس، شكون هاد الناس اللي راهم يهدروا؟ كي تهدر لي على ولد عباس وتهدر لي على فلان وعلى فلان، هادو كلتهم خايفين على نفسهم، كلتهم خايفين على النفس نتاعهم ولا الافونير نتاعهم والمستقبل نتاعهم. لان النهار اللي بوتفليقه يمشي وما يكونش فيها سانكيو مونا، حتى هما ما يقعدوش في البلاد. طيب ماذا عن فرنسا؟ موقف فرنسا في رايك؟ موقف فرنسا اليوم، شوف موقف تاعها هي تسيمي الكونترا، هي عندها تسيمي الكونترا مع الجزائر، عندها هي الدفع على حقوقها، دفع الايكونومي تاعها، كما المانيا. راك شفت ميركل جات للجزائر وجات باش تكلمت مع الرئيس ولا ما تكلمتش معاه، جات على الحقوق تاعها، عندها لي كونترا، عندها دي تروك، ما فيهمش امير. طيب يبقى معنا سي عبد الرحمن دحمان لو سمحت. سفيان صخري استاذ العلوم السياسيه ينضم الي. سفيان صخري، كيف تقرا هذا التصريح من هذا المسؤول الفرنسي الدبلوماسي الفرنسي لليبرتي بكل ابعاده السياسيه وربما حتى الاعلاميه كذلك؟ مساء الخير الاخ دهمان، تحيه لتحيه لكل المتدخلين وتحيه للمشاهدين الاثاري. في الحقيقه هو اقول يعني قبل ان اخوض في تداعيات التصريحات في العلاقات الجزائريه الفرنسيه وعلاقتها بالمستقبل القريب يعني السياسي الجزائري والمتصل بالاسياس المقبله، اقول انا اتاثر يعني جدا، يعني وانا من جيل الاستقبال، يعني بعد عقود من الاستقبال اتاثر ان يعني المستقبل السياسي القريب للجزائر مربوط يعني بتصريحات فرنسيه، تصريحات دبلوماسيه فرنسيه وتصريحات رسميه فرنسيه، وكاننا يعني نعيش في وقاية فرنسية. وفي الحقيقة حينما نحلل العديد من الأمور والعديد، رغم أن هذه يعني العلاقة هي علاقة متشعبة، وهناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا التي أحترمها، يعني هناك علاقات يعني ثقافية، علاقات قرب جغرافي وغيرها من العلاقات، لكن وكأننا نعيش استعمار جديد أو استمرار للاستعمار الجديد، لانه في نهايه الامر كنا نحلم ونتمنى يعني تعزيز الاستقلال. احنا نتحدث عن يعني الرئاسيات المقبله، نتحدث كما تحدث في الديمقراطيات الاخرى، مثلا الدوله الفرنسيه ربما مراكز الاراء هو المرشح بناء على البرامج، بناء على شعبيه مرشح معين ام لا، لكن اصبحت يعني فرنسا هي جد مهمه في المعادلة السياسية، ويعني بدء أن يكون الشعب الجزائري هو الذي يحدد يعني مصير الرئاسية المقبلة. ها نحن يعني نرى أن هناك وصاية كبيرة، وأن العامل الفرنسي هو جد محدد للرئاسية المقبلة، يعني هذا فقط كملاحظة يعني مهمة وجد مؤسفة. وأنا يعني أنتمي إلى جيل الاستقلال وجيل المفروض جيل الحرية. المقتصر معروف بالنسبه لفرنسا، انه انا لا اظن ان بما ان فرنسا لديها كل هذه الامتيازات، يعني خاصه من الناحيه الاقتصاديه في اطار
يعني سوق مفتوحة للشركات الفرنسية، وسوق أنقذت الشركات الفرنسية حينما كانت يعني أوروبا يعني تعيش الأزمة المالية، وكانت الشركات الفرنسية تعيش الأزمة المالية. أنا لا أظن أن فرنسا تريد يعني نظام شرعي في الجزائر، لأنه يعني إذا يكون هناك نظام شرعي في الجزائر مستعد لإرادة الشعب والذي يدافع على مصالح الشعب الجزائري ويدافع على مقدرات البلد، هذا النظام يدافع على مقدرات البلد ويقف في وجه الاستغلال الفرنسي. فلا أظن. طيب ولكن هل في رأيك هنا، ولكن في المقابل هل فرنسا، أنت ترى بأن فرنسا تريد هذا النظام غير الشرعي لأنه يخدم مصالحها، ولكن هل حتى بلغة الأرقام باريس لم تعود الشريك التجاري الأول للجزائر، الصين هي التي أصبحت شريك الجزائر، هل تعتقد أنه مصالح باريس تكون مع نظام أكثر شرعية، وأن باريس ربما لم تجد بديلا ولهذا تريد وتدعم الأنظمة المتعاقبة على الجزائر، أم أن هناك إرادة فعلا مثل ما أشرت أن تبقى الجزائر ضعيفة، لا تريد فرنسا جزائر قوية بالشرعية بحكام شرعيين باستطاعتهم أن يحرصوا على مصالح فرنسا؟ ولكن أي مصالح لفرنسا؟ أليست يعني في النهاية لو كان هناك بلد مفتوح على الاقتصاد في الجزائر، ألم يكن الخير الاقتصادي العلاقة رابح رابح بين باريس والجزائر أكثر مما تحققه فرنسا؟ صحيح أنك تحدثت عن مفهوم العلاقة في كل الدول، وكل يعني الدول الكبرى على غير الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، دول أخرى يعني تخاف من تغلغل الصيني، خاصة اليوم أصبح هناك تغلغل صيني كبير في أفريقيا على المستوى الاقتصادي. لكن دعني أقول لك أنه حتى يعني دول الدول العظمى والدول الكبرى هناك تقسيم عدل ومتعارف عليه، لأنه إلى حد ما يعني منطقة المغرب العربي هي منطقة نفوذ فرنسية، خاصة الجزائر هي منطقة نفوذ فرنسية. بالنسبة لفرنسا يعني العدد كبير من الشركات الفرنسية يعني مالك حقها، والعلاقات هي يعني أكثر منها علاقات اقتصادية، علاقات يعني مرتبطة بمجالات مختلفة، ولاحظنا أنه كانت هناك عقد لشراكات مختلفة. في هذا السياق يعني بالنسبة لفرنسا هناك يعني أمر آخر ومحدد آخر هو محدد الاستقرار. ففرنسا في إطار هذه العلاقة كما قلت هي تريد، هي لا تريد يكون هناك نظام قوي، يكون نظام شرعي، لكن يهمها ان يكون هناك استقرار ويكون هناك نظام مستقر في الجزائر، ويكون هناك نظام يتحكم في الاوضاع. لكن لاحظنا انه مؤخرا يعني يجب ان نقول ونعترف ان فرنسا كانت من بين المدعمين للعهد الرابعه، وكانت العهد الرابعه بورقه فرنسيه يعني معروف، والادله يعني معروف، او الدليل على ذلك هو حديثه مع الجزائر. لكن دعني اقول انه في الاونه الاخيره حدث الامور في الجزائر على غرار قبيحه الكوكايين، لانه الفساد يعني انتقل الى مرحله جد معقده، ويعني حينما نتحدث عن الكوكايين يعني في حد يعني تداعياتها هي تداعيات دولية كبيرة فيها أمور خطيرة. الشيء الثاني لاحظنا أن هناك توترات كبيرة، لاحظنا أنه يعني اتضح غياب الرئيس، يعني لأنه اليوم أصبحت الجزائر معروفة على مستوى الحكومة أن هناك قرارات وقرارات يعني مضادة، سياسات وسياسات مضادة. يعني مؤخرا حدثت هذه الأزمة، أزمة البرلمان. طيب سنأتي إلى سنعود إلى أزمة البرلمان لو سمحت، لو سمحت سفيان صغري سنعود سنأتي إلى موضوع البرلمان، لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا محمد ديوان أوغن كاتب الصحفي. محمد ديوان أوغن كإعلامي، من الناحية الإعلامية هل كانت هناك إرادة فرنسية في إبراز هذا الموقف الفرنسي بين قوسين، مع أنه طبعا يبقى ربما تصريحا دبلوماسيا فقط معتادا وليس يعني كبيرا من فرنسا أننا لا ندعم أي طرف، وفرنسا ليس لها موقف برغم القرب من الجزائر، أم أن هناك إرادة فرنسية لإبراز ذلك عبر وسيلة إعلامية جزائرية وإن كانت خاصة، أو هناك محاولة لإبراز هذا الموقف الفرنسي من صحيفة على محسوبة على جهة مغضوب عليها من الرئاسة وتتعرض إلى مضايقات؟ آه
قرات المقال تاع ليبرتي لم اجد يعني تطور في الموقف الفرنسي تجاه الرئاسيات بشكل عام في الجزائر. يعني الموقف الفرنسي من الانتخابات الرئاسيه في الجزائر لو ترجع ل 2014 وترجع ل 2009 وترجع ل 2004 الى اخره تلقى ولو الكلمات مختلفه ربما ولكن تلقى تقريبا هو نفس الموقف. يقول لك باللي فرنسا لا تتدخل في الشان الداخلي الجزائري. هذا هو بشكل عام يعني هو الموقف اللي جا اللي عبر عليه هذا الدبلوماسي. فرنسا لا تتدخل في الشان الجزائري. ولكن تطبيقيا عمليا العمليه كما استشرها فرنسا ماهيش رايحه تجي للجزائر تقول لهم عهده خامسه ولا ماشي عهده خامسه. ولكن لما اذا كان السلطه اصحاب القرار في الجزائر قرروا العهده الخامسه فرنسا تتفاوض تتفاوض على مصالحها. اوكي حددتوا عهده خامسه واش تعطوني؟ ماذا هو يعني اذا كان ما حددوش العهده الخامسه دونك اوتوماتيكمون كاين رئيس واحد اخر كاين مرشح واحد اخر فرنسا عندها كلمتها في المرشح البديل للعهده الخامسه. نفس الشيء يعني اي مرشح يقدمه السلطه فرنسا عندها شروط تفرضها باش تقبل بهذاك المرشح. هذا هي بشكل عام. طيب هل ترى موقف هنا الا ترى مصلحتها اسمح لي بك اذا كانت مصلحتها دقيقه برج جبل اذا كانت مصلحتها في قرض من القرده تاع الشفه باش اكسبريسيون تاع بوريس الله يرحمه اذا كان مصلحتها في قرض من القرده تاع الشفه راح تسند القرض هذا. المهم المصلحه. طيب لكن الا ترى انه هذا الموقف يعني اشرت الى موقف فرنسي العهده الرابعه يقال انه ما كانت لتكون لولا المباركه والدعم الفرنسي. موقف الرئيس السابق فرانسوا اولون بشكل صريح عندما قال انه بوتفليقه سيعود للجزائر وسيكمل عهدته الرئاسيه حين ذاك لما كان حديث انه عن وضعه الصحي وكان يداوي في فرنسا وانه امكانيه ربما انه لن يستمر ولن تكون هناك عهده رابعه. هل الا ترى انه هناك ما يشبه الموقف المنافق المتناقض الفرنسي باجولي مثلا في حواره اليوم او الامس مع مجله جون افريك يقول بانه قال انه النظام الجزائري محنط لانه مثل المومياء لانه بلد شاب ويحكمه اوليغارشيون ينهبون خيرات البلاد. الم يكن في برنار باجولي صاحب القرار الكبير مدير الاستخبارات الفرنسية الخارجية في السابق يقول في حواره كذلك يقول بأن هناك فساد كبير في الجزائر. ألم تكن فرنسا تعلم بأن المليارات تهرب من الجزائر ويتم شراء عقارات وكتاب العلاقة الخاصة بين الجزائر وفرنسا يكشف أنه 50 مليار أورو هربت من الجزائر إلى فرنسا. أليس هناك موقف منافق دائما من فرنسا التصريح العلني والاجراءات على الارض؟ باجولي ما جابش جديد تقريبا يعني حد خصوص له. هذه الامور كامل معروفه عند الجزائريين. ربما الجزائريين يقولوا اكثر من الكلام اللي قاله باجولي ولكن لما الكلام هذا يجي من سفير سابق في الجزائر ومسؤول سابق تاع المخابرات الفرنسيه يصبح الكلام يعني شغل عنده مصداقيه اكثر وعنده قوه اكثر. يعني الكلام هذا فقط هو تاكيد لما هو متداول في الساحه الجزائريه الكلام تاع باجولي. اما بخصوص فرنسا ففرنسا رسميه ما استناوش منها لا المره هذه ولا المره لا في اي موعد رئاسي واحد اخر انه فرنسا رسميه راح تعبر على موقفها مسبقا من الانتخابات الرئاسيه ولا من اي مرشح في الجزائر. طيب. وبعد الانتخابات اكيد راح تجي التهنئه من عند فرنسا منها كلك سوا طريقه تنظيم الانتخابات هذه مزوره نزيهه وكلك سوا الرئيس الفائز بالانتخابات راح تجي برقيه التهنئه من فرنسا. فرنسا اولوند قال احنا عندنا ثقه في المؤسسات الجزائريه هذا واش قال في طيب خليك ابقى معنا محمد ديوانوغن. دائما عندها ثقه في المؤسسات لو سمحت ابقى مع محمد ايوانوغن لو سمحت. خلاف سعيدي اعود اليك. انت تقول ترى في رايك انه فرنسا لا لها موقف لا تريد استمراريه الوضع القائم. الرئيس الحالي ماكرون شاب لا يريد هذه السلطه الهرمه. يعني هل هناك دلائل وقائع بالنسبه لك شواهد تراها تؤكد هذا الكلام انه كل ما يراه ما يتابع الجزائريون يقول العكس؟ قلت يا أخي أن فرنسا من المتوقع
خاصة يعني هذا الرئيس الشاب، هذا الرئيس الشاب من المفروض أنه يعني ليس منطقي في نظري، ليس منطقي أن يساند النظام الجزائري العهدة الخامسة بهذه الحالة وبهذه الوضعية، حالة الرئيس نتاعنا المريض الذي لا يسير البلاد، فهو غائب ومغيب. والتصريح الذي له قراءات عديدة في نظري. أولا القراءة الأولى، أنا أقول أنه ليس من الرئاسة، إذن فهو غير رسمي، هذا شيء ممكن. ثانيا ربما يحمل رسالة موجهة للنظام الجزائري للمزيد من المصالح، كما فعل الرئيس الأمريكي حاليا. رأيتم كيف يطالب السعودية بالمزيد من العطاء، أن تقدم الكثير مقابل حماية السعودية. وربما كذلك هذا التصريح أيضا موجه، هو فيه رسالة موجهة للرئيس الفرنسي بحد ذاته، كأن يقال له كيف بك، أنت رجل ديمقراطي شاب، يعني رسالة من من يعني من الدولة العميقة في فرنسا، يسعى التعبير الاستابليشمنت الفرنسي مثلا يعني. وأعتقد أن هذا كله، أعتقد أن هذا كله ما ننساوش أن فيه صراع، صراع فرنسي أمريكي حول مصالح في مصالح. ولكن يقول بأن هذه القصة أصبحت وهم كبير مع دونالد ترامب، لا علاقة له، لا سياسة خارجية، وأن هذه القصة فقط يتم النظام حتى هو الذي يروج لها. قصة صراع فرنسي أمريكي ليس هناك أي وجود لها. أعتقد كذلك في نظري أن فرنسا ربما تريد المزيد من الضغط على الجزائر لإيجاد حل يرضيها فيما يخص الحالة الصحية. طيب على ذكر الصراع، في رأيك هل ماذا عن الصراع الداخلي؟ يعني أن يتم إبراز هذا الكلام، أن يتم إبراز هذا الكلام، لو سمحت أن يتم إبراز هذا الكلام في صحيفة، صحيفة مملوكة لإسعد ربراب الذي يتعرض إلى الضغوط والحصار من قبل السلطات على أعماله. يعني هل هناك أيضا فيها هذا الجانب كذلك؟ طبعا ربما في هذا الجانب كذلك. وكنت يعني جاي للحالة الموجودة في الجزائر، خاصة في ما يحدث في البرلمان في هذه الأيام الأخيرة. يعني رأينا ثلاث أشخاص، ثلاث شخصيات جزائرية، كلهم كل شخصية تقول باللي تتشيت للرئيس وتريد العودة الخامسة للرئيس. ولاحظنا هذا الصراع، يعني فريق يريد الإطاحة بحجة وفريق يناصر بحجة. طيب بالمناسبة بحجة يقول بأنه تصريحات ويحيى، كيف تقرأ هذا؟ يقول بأنه طلب ويحيى له بالاستقالة هو يتناغم مع تصريحات باجولي. هذه ما ندخلش تفاصيل باجولي، لأنني قلت سابقا في إحدى حصصكم أن هذا الشخص في كتابه لم يأتي لنا بجديد. طيب خلينا نأخذ لو سمحت، لأنه باجولي يعرفه سي عبد الرحمن دحمان، أنت تعرف شخصيا باجولي، ما رأيك في تصريحاته آخرها اليوم لصحيفة أو لمجلة جون أفريك بأن الفساد يعم في الجزائر؟ أليست مفارقة أن يقول باجولي هذا الكلام، هو الذي كان مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية وتمر عليه المليارات، كما يكشف كتاب العلاقة الخاصة بين الجزائر وفرنسا بعلم الاستخبارات الفرنسية. يقول الكتاب تم تهريب 50 مليار، قدر الكتاب، من الجزائر إلى فرنسا إلى شقق وغيرها من المسؤولين الكبار الذين ينتقدهم والذين ينهبون هذا البلد الشاب، كما يقول لجان أفريك. سي جمال. نعم. parce que j'ai écouté l'arabe, j'ai compris, mais j'ai, smahli, une fois pour toutes, que les choses soient claires entre nous, entre Algériens, que les choses. Depuis 1999, depuis l'arrivée de Bouteflika, le deuxième mandat, Sarko en personne m'a dit, nous soutenons Bouteflika. Le troisième mandat, même chose,
d'autres chefs d'État. Les gens de la CIA, les gens des services français, de toutes parts, ont soutenu Bouteflika d'une façon claire, nette et précise. C'est la première fois, pour le cinquième mandat, les services préfèrent dénoncer les corrompus. Les services n'ont absolument pas désigné ce qui les intéresse. C'est les intérêts de la France. J'ai parlé et j'ai dit 6 000 contrats, et c'est les 6 000 contrats que m'a cité M. Bajolet en personne à Alger. Et il faut que les Algériens prennent conscience que tout ce ménage qui est en train de se faire entre les différents dirigeants qui sont des corrompus, connus, parce que les Français, il faut que vous sachiez une chose, quand on parle de 50 milliards, ils connaissent tous les individus qui sont au pouvoir, aussi bien Bouchouareb, aussi bien Sadani, aussi bien la famille de Bouteflika, qui a des appartements, boulevard Haussmann, boulevard des trucs, et j'en peux en citer. Ils sont au courant de tous ces corrompus, où est-ce qu'ils ont leur argent, où est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc, la France, aujourd'hui, ne se prononce pas pour un cinquième mandat. Arrêtons de croire que le fait que Bajolet, c'est les services secrets, maintenant il ne l'est plus, mais il est autorisé, parce qu'on ne quitte jamais le pouvoir des services ou de la police. C'est comme moi, j'ai des contacts avec les uns et les autres. Je peux vous dire une chose, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu les gens, ni de la CIA, ni de la DGSE, ni d'autres, hein, il n'y a pas que, qui disent « nous sommes pour le cinquième mandat ». Aucun. Mmh. Parce que je pense une chose, une fois pour toutes, si jamais, le président, le futur président, nous le saurons au mois de décembre, je l'ai toujours dit et répété, c'est l'armée qui décidera. Pardon ? La position de l'armée envers le cinquième mandat. La position de l'armée aujourd'hui, celui qui vous dira qu'ils ont pris une position pour le cinquième mandat, c'est un menteur. Et je le dis et je le répète. Ni Gaïd Salah qui tient son clan, ni Toufir qui a soutenu, rappelez-vous, il a soutenu Bouteflika régulièrement, sauf pour le quatrième mandat où il lui a demandé de se retirer et ce dernier ne l'a pas fait, alors que je peux vous le préciser, j'étais à Alger et j'étais avec une personnalité de haut rang qui m'a dit non, ils ne sont pas pour le quatrième mandat. Le quatrième mandat, c'est Saïd. Sauf que Saïd a cru qu'il avait tout en main. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas tout en main. À la dicre Saïd, Marek, il y a un site français sur la géostratégie, il dit, l'Algérie face à la disparition prochaine de Abdelaziz Bouteflika, un certain Jean-Bernard Pinatel, il dit dans une analyse que peut-être une succession à la cubaine. يعني ان يخلف سعيد بوتفليقه شقيق الرئيس مثل ما حدث في كوبا مع فيدال كاسترو وشقيقه، ما رايك في هكذا سيناريو انه كلها فقط اي كلام؟ العوده الخامسه هي المطروحه لسانكيام موندا، تفضل. جمال نعم جمال سي ني با اون فريكونتون لافوني مونتان افيك لي كولينيف اي جو لو دي باسكو جو لي فو سي با كوم ما اون لا دي جي فو سعيد كي فريكونت لافوني مونتان لي شانزليزي. Ce n'est pas avec des individus pareils que les Français vont le prendre au sérieux. Ni lui, ni son frère Nasser. Attention, les Français connaissent leur intérêt économique. Pour leur intérêt économique, ils sont prêts à tout. Firaik, l'intérêt économique de la France, fi baqa nidam ou fi baqa jazair da'ifa, nidam ghir shar'iya, mais l'intérêt de la France... مصلحة فرنسا الحقيقية وأن يكون علاقة غانيون غانيون يعني ونظام شرعي بدل من هذه الأكروباسي اللي تعملها فرنسا وفي الجهة المقابلة المسؤولين الجزائريين. يا أخي العزيز pour jouer la carte gagnant-gagnant faut-il encore qu'on ait un pouvoir sérieux compétent avec des gens. Est-ce que les Algériens manquent d'économistes? Est-ce que les Algériens manquent de cadres? Il y en a des milliers ici en France, aussi bien en médecine, en économie, en informatique.
si le gagnant-gagnant, c'est quand vous avez un pouvoir fort. طيب ولكن هل فرنسا اسكو لا فرانس فو ان بوفوار فور ان الجيري فوالا لا كيستيون لا 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 فرانس لا فرانس كي لانتيريس سي كو سيز انتيري ايكونوميك ايل سان فو كو لو بوفوار سوا فور اكسيترا رابليفو سو بو ميديان ايزافي دي كونترا او ايل نافي با دي كونترا طيب ايل بوفوار ايل ايتي فور لافي لي كونترا ميم لي ايزيسي نيكليير او بيولوجيك ابقى معنا لو سمحت عبد الرحمن الحديث طبعا يتشعب والوقت يضغط علينا سفيان صخري ما رايك نربط هذا بداك يعني فرنسا ودورها مثل ما اشرت يعني انت ترى بانه مؤسف ان يتم الحديث انه بعد اكثر من عقود من الاستقلال ان تبقى فرنسا رقما في معادله تحديد المسارات هل هي فعلا ام انها هذا الكلام مبالغ فيه أنه دائما القرار في النهاية يكون في الداخل الجزائري والعسكر مثل ما كان يقول الجيش يلعب الدور المرجح في مآلات الوضع خاصة مع اقتراب الرئاسية يعني كل المحددات وكل العوامل هي مهمة حتى في فرنسا هم مستعدين كذلك نساعد الإداريين على الظهور ونساعد الرؤساء يعني نتكلم على شأن الإداريين ولا هي ممكن في الولايات المتحدة الأمريكية ولا هي ممكن في دول أخرى بالتالي عندما الحديث عن مؤسسات يعني التي تطور في إطار تحديد العلم فحسب الاستغراق أحد الناس يعني إذا جانب الناس العسكرية التي كانت دائما يعني التي تحدثنا مع الإطار أصبح اليوم هناك يعني سفيان صخري للأسفنا لا استسمحك لا نسمعك بشكل واضح الزملاء كذلك سيحاول الزملاء العودة إليك ولتكمل فكرتك ربما الاتصال يكون أوضح محمد إيوانوغن ما رأيك في نربط ما يحدث هذه فرنسا مرة أخرى والتصريح بوحجة الذي شوهد اليوم فيما اعتبر حملة دعائية له نشر له صورة له على الفيسبوك وهو في المقهى بدون حراسة وغيرها وإن كان تعليق معلق جزائري أكدوا بأنه كان هناك حرس يحيط به وأنه القصة كلها فيها نوع من التلميع بوحجة يقول أنه يحيى يتناغم مع باجولي عندما يقول بأنه علي أن أغادر أو أستقيل يعني هل هي فقط لعب على وتر فرنسا أم ماذا؟ الآن نحن لا نعرف يعني بوحجة إلى متى سيبقى الآن رئيس مجلس الشعب الوطني هو الآن مفروغ منها لازم يلعب كل أوراق على المستوى التشهير كما قلت يعني طريقة الخرجة تاع اليوم تاع المقاهي من غير معقول حتى في فرنسا لما رئيس فرنسي يدير حملة انتخابية ونشوفوه يسافر في قطار هذا ما يعنيش بالقطار هذاك ما فيهاش لي غارد كور ولا فيها لي غارد كور وفيها المخابرات فيها كل شيء يعني من المستحيل يخرج رئيس مجلس الشعب الوطني للمقهى ما كانش الناس راهي تعساليه كاين الناس راهي تعساليه ولكن من الناحيه بيان سير من الناحيه ما 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 يعني من في الترويج السياسي عمليه مليحه يعني بوحده فيها اللي فكر له فيها في اللي عطى له الفكره هذه يعني لبس بها فكرة وهناك من ذهب الى التعليق هناك من ذهب الى التعليق انه ربما قرأ في ذلك انه ربما لبوحجة اللي قال لهم هنا يموت بوحجة في البرلمان انه ربما له طموحات ما ربما حتى رئاسية قد يقول هو الاخر لما لا انا مثل ما نقل عن الجيد صالح صحيفة الوطن نقلت هذا الكلام ممكن في الوضع اللي رانا فيه ممكن في اي لحظة يقدر يكون بوحجة ولا اي شخص اخر يقدر يكون يولي رئيس جمهورية لان الجزائر هو بلد المعجزات كما يسميوه بلد المستحيلات اي شخص يقدر يلقى روحه رئيس جمهورية في الجزائر ولكن بالمعطيات الحالية محمد ونوغن بما نعرفه من المعطيات الحالية بما نعرفه من المعطيات الحالية هناك من يقول الكفة تميل لمحيط الرئيس بوتفليقة لشقيقه السعيد وهم الذين يريدون فرض العهدة الخامسة وليس هناك اعتراض لا من القايد صالح ولا من ما كما يروج البعض من مؤسسة الجيش ما رأيك في من يطرح هذا الكلام لا
الشيء اللي انا نشوفه الان كل الصراعات الموجوده، ولكن الجميع سعيد بوحجه ويحيى ولد عباس قايد صالح الكل واحد ما يتكلم على بوتفليقه، واحد يعني كلهم يساندوا بوتفليقه ويساندوا هذا الخمسة، واحد فيهم ما قال انا ضد الرئيس، يتصارعوا بيناتهم بصح كاش واحد راهو ضد الرئيس. كي تشوف هكذا تقول بلي الجميع متفقين اما على الوحده الخامسه او غير الوحده الخامسه، يعني المهم ما كاينش صراع حول قضيه الوحده الخامسه. ممكن قضيه الوحده الخامسه احتمالين، اما هي مجرد ترويج، هي مجرد ورقه لغلق اللعبه السياسيه، بالتالي في اخر لحظه سلطه القروحة في راحه تم ترشح المرشح اللي ما يكونش ما تكونش مفاجات. والاحتمال الثاني انه مطلب فكرة الوحدة الخامسة تطرحها فعلا واردة، خاصة وأنا الرئيس لحد الساعة ما عبرش على موقفه، ما قالش بلي ما نشرح نترشح، وبوتفليقة متعود يخلينا لآخر لحظة باش يعني على الموقف تاعه. شكرا جزيلا لك محمد. يقدر يقول لك اليوم واش راه يفكر فيه بوتفليقة. شكرا جزيلا لك محمد ديوالوغن كاتب صحفي. سفيان صخري عاد علينا. سفيان صخري تفضل بإكمال فكرتك، كنا نتحدث سؤالنا عن هل فعلا لفرنسا دور مرجح في من سيكون في تعيين الرئيس، أم أنه الدور دائما كان التأثير أو القرار داخليا وبشكل خاص دور الجيش؟ نعم، كما كنت أتحدث هناك عدة عوامل يعني تدخل في إطار يعني هذه المعادلة. ولن بالنسبة للمؤسسة العسكرية كانت دائما المؤسسة العسكرية فيها يعني كلام تقوله، ويعني حتى في فرنسا هناك الاستابليشمنت الفرنسي على غرار الولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى، هناك دائما استابليشمنت يساعد السياسيين على الظهور ويساعد يعني الرؤساء، زياده على وجود يعني الشرعيه الشعبيه ووجود الانتخابات فيما بعد. فبالتالي ربما الاستابليشمنت المؤسسه العسكريه ربما كذلك اليوم اصبحت هناك يعني جهات يعني لديها المال. لا نعلم الآن إلى غاية الرئاسيات هل سيكونون دائما يعني في موقع قوة، لأنهم اليوم رجال مال في موقع قوة، عندهم أدرع إعلامية، عندهم يعني تغلغل في إطار شراء الدمام وغيرها من الأمور. زيادة على ذلك أظن أن ولكن رجال المال هل هناك من له رأي يقول أنه هم لا شيء، ربما حتى واجهات، يعني لو لم يكن هناك دعم من نافذين في الجيش بشكل خاص ما كانوا هؤلاء ليكونوا كما يرى كثير، ما رايك فيها؟ والله في البدايه صحيح انهم يعني في اطار حينما كانت يعني المؤسسه العسكريه قويه ظهر هؤلاء، لكن نعلم انه في مرحله معينه وفي المرحله الاخيره رجال المال تغولوا واصبحوا يتغولون على مؤسسات الدوله، يعني اليوم من عندهم المال عندهم الاذرع الاعلاميه وغيرها. على يعني ذكر الاذرع الاعلاميه، يعني هم الذين في رأيك يدعمون ذراع الإعلام النهار وجزء من الرئاسة للتطاول حتى على وذلك الأسلوب التعامل بذلك الأسلوب حتى التهجمي والاستصغاري للمخابرات التي ساهمت في بروز الكثير من هؤلاء وصنع الكثير من هؤلاء؟ صحيح، لأنه اليوم أصحاب المال هؤلاء يعني أصبح لديهم نفوذ، يعني اليوم أصبح لديهم علاقات يعني جد وطيدة مع الجناح الرئاسي، من هم في الرئاسة، مع عائلة الرئيس، وإلى جانب ذلك أصبح لديهم يعني تغلغل من ناحية يعني التوظيف، من ناحية الدخول يعني في سوق المال. شفنا اليوم الاف سي يو، شفنا مثلا حداد يعني يذهب لفرنسا ويعني يجالس الفرنسيين للجزائر، وبالتالي اليوم يعني ليس هناك يعني وحدات كبيرة في إطار المعادلة. زيد على ذلك هناك العامل الخارجي، وأنا أقول في العامل الخارجي أنا متشبث بهذا الموقف، لأنه في نهاية الأمر الجزائر هي يتيمة، لأنه طيب يتيمة الجزائر يعني الجزائر يتيمة. سؤال أخير، أنت أستاذ علوم سياسية، هل ماتت السياسة في الجزائر مع مظاهر الشيتا، مع ما يشهده برلمان مثلا، مع خطاب التشيات التراجيكوميدي، وهناك من يقول أنه مع غلق كذلك معاهد العلوم السياسية في الكثير من الجامعات الجزائرية ماتت السياسة في زمن الرداءة السياسية والكرنفالات السياسية والمهرجين السياسي؟ صحيح، أولا بالنسبة لي
هناك يعني عملية ممنهجة للقضاء على تخصص العلوم السياسية، وأنت مشكور على يعني طرح هذه الفكرة. وأظن هناك يعني تخوف من ربما بعض النشطاء السياسيين وبعض الأساتذة في العلوم السياسية الذين يحاولون تنوير الرأي العام عن ما يحدث، وبالتالي هناك صحيح عملية ممنهجة، مقابل ذلك هناك يعني ترويج و يعني إشهار إعلامي بخطاب يعني سياسي رديء جدا، تافه جدا، يزيد من عزوف العزوف الجزائريين ويزيد من العزوف السياسي والانتخابي. فقط أنا أريد أن أوضح فكرة معينة، لأنه هناك كما يعني تفضل الصحفي من جريدة الخبر، وأنا كنت أشرت إلى هذه النقطة في حصة فارطة معكم، ربما تكون هناك ضبابية ممنهجة من السلطة، يعني حتى ربما تخلط كل الأوراق، وربما لا تكون هناك عهدة خامسة، ولا يكون هناك يعني متسع من الوقت للمرشحين أنهم يظهرون ويعني يشاركون في الانتخابات. وبالتالي أنا أدعو ربما الأغلبية الصامتة في الجزائر، خاصة الشباب الجزائري، يذهبوا ويعني يجيبوا بطاقات الانتخاب. يعني إذا كانت اللعبة مغلقة وتستمر الحالة على ما هو عليه فلا داعي للانتخاب، لأن الأمور سوف لن تتغير. لكن إذا كانت هناك يعني انفتاح، على الأقل الأغلبية الصامتة يكون لديها بطاقة. شكرا جزيلا لك صوفيا صغري، أستاذ علوم سياسية، شكرا جزيلا لك. خلاف سعيدي، نعود إليك وإلى فرنسا. يعني فرنسا تتابع المشهد الجزائري ولا تخفي أن مثل ما حتى يقول هذا الدبلوماسي أنه البلد قوي، بلد قريب منا وعلاقات قوية مع فرنسا. فرنسا في اعتقادك أي نظام إن صح التعبير تريده مرة أخرى؟ يعود السؤال، نظام قوي يمكن أن يكون مصلحته مصلحة فرنسا، وربما لم تجد معارضة في استطاعتها أن تكون هذا، أنها لا تريد، فرنسا تريد جزائر ضعيفة تحلبها وتحلب مسؤوليها، حتى وإن كان الحليب ليس كثيرا، يعني بضعة مليارات في النهاية. لو كان الجزائر بلد مفتوح ربما خيراته مثل ما كان الأوروبيين يحرقوا الجزائر باش يعيشوا في الجزائر في فرنسا الاستعمارية. أخي جمال، نعم، فرنسا ومنذ يعني منذ لو نظرنا إلى الرئاسيات الرؤساء السابقين أنهم كانوا دائما رغم اختلافهم من اليسار ومن اليمين ومن الوسط إلى غير ذلك، لكنهم كانوا دائما مدافعون ومتفقون عن مصالح بلادهم، مصالح فرنسا الاقتصادية. فأنا لا أنتظر يعني اللي يقول لك باللي فرنسا راهي تهدينا الديمقراطية ولا تساعدنا على يعني حل هذه المهزلة اللي راهي توقع في الجزائر، أنا لا أصدق هذا. ولكن في المقابل لماذا هذا الخطاب المنافق، الخطاب الازدواجي الذي يحذر من الوضع في الجزائر والانفجار الوضع في الجزائر والمهاجرين وسيناريوهات كارثية بعد الشر على الجزائر، ومجلس السيناء يطرح هكذا سيناريوهات، والخوف من الهجرة الجزائرية، وفي المقابل دعم الوضع المتعفن الذي يدفع الشباب إلى الهروب والهجرة إلى أوروبا وإلى فرنسا بشكل خاص؟ لا أعتقد أن فرنسا تدعم يعني هذا الوضع المتعفن وتدعم هروب الشباب الجزائريين إلى شواطئ فرنسا وأوروبا بصفة عامة. يعني فرنسا لا تدعم عمار سعداني، فرنسا لا تدعم بوشوارب، لا تدعم تهريب الأموال، لا تدعم عدم مساءلة المسؤولين الجزائريين الذين يعالجون في مستوى المستشفيات الفرنسية بينما يعاني الشباب الجزائريون. الجزائريون يهربون من الجزائر بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وفرنسا مستفيدة اقتصاديا وتعرف بأن أموال الجزائريين تسرق وتنهب وتشترى عقارات من سعداني وغيره في أرقى أحياء باريس. طبعا هذا ممكن جدا. قلت لكم بأن فرنسا دائما تبحث عن مصالحها كلها، يعني تبحث عن مصالحها. وأعتقد أن الشيء الذي تتخوف منه فرنسا حاليا هو، لا ننسى أنها هي الوحيدة اللي تملك الآن يعني الملف الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
ولما نشوف هذه الخلطة وهذا الصراع الموجود بين الأطراف المتفقة على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، إذا نطرح السؤال من ما هو هدف، ما هو الهدف من هذا الصراع؟ أعتقد أن الهدف من هذا الصراع هو أنهم ربما مثل ما قلت سابقا ربما يريدون إيجاد حل لمأزق هذا اللي رانا فيه، أن الرئيس الجزائري لا يقوى على تسيير البلاد، فبالتالي ربما يريدون أن يعني نمسوا الدستور الجزائري وندخلوا يعني مادة أخرى جديدة تسمح بخلق منصب يعني نائب رئيس الجمهورية. فلذلك وهناك من طرح هذه الفرضية ورشح قايد صالح لها، في مقابل هناك من يقول أن الصراع حول البرلمان بشكل خاص مرتبط بصراع العهدة الخامسة، وهناك من لا يريد بقاء بوتفليقة، ومن يحسب ذلك هذا الجناح على القايد صالح، في مقابل جهة أخرى تنفي هذا، وأنه القايد صالح كان وفيا وسيبقى ويصرح بذلك لبوتفليقة. طبعا هذا موجود، ما زال هناك الفريق الذي أعتقد أن الفريق الذي عارض العهدة الرابعة ربما ما زال يعارض العهدة الرابعة، وهناك الفريق الذي يريد العهدة الخامسة لبوتفليقة. لذلك نحن في واحد الحالة صعبة جدا، حالة انتظار، وكأننا يعني c'est comme si tout le monde ها est pris en otage. الشعب الجزائري يعني il est pris en otage. شكرا جزيلا لك خلاف سعيد الناشط السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. الوقت يضغط علينا. سي عبد الرحمن دحمان، في الاخير ما رايك، ما هي السيناريوهات المطروحه في رايك؟ انت كنت تقول بانك متاكد على معلوماتك، تقول انه ديسمبر سيتم تحديد اذا كان هناك عهده خامسه، او سيقرر الجيش بحسب كما كنت تقول ماذا سيكون، يعني عهده الخامسه او خيار اخر. انا نقول لك حاجه، جو ريبون ان دي انترفونون، سو ني با لالجيري كي اورفلين، c'est le peuple algérien qui est orphelin par manque de gens sérieux et compétents. Le cinquième mandat, je le dis et je le répète depuis maintenant deux ans, n'aura pas lieu parce que il y a de tout temps, on sait que c'est l'armée qui décidera en temps opportun, et je le dis, ça sera inchallah le mois de décembre, de l'homme qui succédera à M. Bouteflika. Le cinquième mandat n'aura pas lieu parce qu'il n'y a aucun État, en tout cas, vu nos relations que nous avons avec les États-Unis, et vous connaissez la parole de Trump, quand il s'est adressé aux États africains, il dit « débarrassez-vous de ces dictateurs et de ces corrompus ». ولكن ترامب يتعامل مع الديكتاتور اللي كورومبي، بالعكس يقول لهم اعطونا فلوس فقط، يعني لا entre faire des échanges commerciaux et économiques avec certains pays, c'est sûr, lorsqu'ils ne peuvent pas changer, parce qu'aujourd'hui il est impossible de faire un coup d'état. ولكن le rapport de force، يعني ميزان القوة في رأيك سي عبد الرحمن دحمان، تقول في صالح الجيش، هناك من يقول أن الرئاسة هي اللي في يدها الأوراق، أنه حتى التعيينات الكاشي عند السعيد أو عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقرر. إذا ديباش دو لا بي اس ممكن تنهي مهام أي شخص يقول بأنني ضد العهدة الخامسة. تفضل. كيف alors personne ne sait alors dans ces conditions on oublie qu'en 99 moi j'ai reçu un coup de fil de l'armée بالخير الله يرحمه en me disant Dahman il faut aider monsieur et de colonel Snoussi qui est encore en vie, je peux citer d'autres noms hein, qui m'ont demandé d'aider ce Bouteflika en 2004, et à chaque mandat il y avait un, sauf le dernier, le quatrième mandat, je précise que il y a eu Dahoud Kablia et Tofir qui n'étaient pas d'accord pour le quatrième mandat, et aujourd'hui je vois mal. طيب فو فوايي كي بحسب معلوماتك ورايك، فو فوايي كي من هو المطروح؟ سي جمال، سي نو فوزون اون ايميسيون او موا دو ديسمبر، جو فو دونري لو نو. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله تكون معنا سي عبد الرحمن دحمان،
الوقت أدراك. كان عبد الرحمن دحمان المستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.